حقق رائد القبة فوزا في المواجهات التي استقبل فيها النجم القليع على ملعب بن حداد بالعاصمة، وهذا بثنائية دون رد سجلها كل من يحيى شريف بمخالفة مباشرة، إضافة إلى هدف سجله اللاعب العربي علي العربي ليقلص رائد القبة بهذه النتيجة الفارقة مؤقتا عن المتصدر ترجي مستغان إلى نقطة. تغطية إسلام جديد. اليوم يعني صراحة ما قمناش مقابلة كبيرة، ولكن الشيء اللي كان يهمنا هما ثلاث نقاط. لعبنا احنا باش ناخذوا ثلاث نقاط، ما كانش يهمنا المردود، ولا خاصة بعد الخروج من شهر رمضان والطبايع هذوك تاع السهرة والفطور والماكلة، وهذيك لقينا بعض تلقينا بعض الصعوبات خاصة من الناحية البدنية. جينا القبة على أساس باش نديروا نتيجة إيجابية، على بالنا باللي المأمورية ما شاء تكون سهلة. راح نلعبوا مع فريق يلعب الصعود في أرضية ميدانه وأمام جمهوره، ما يحاولنا باش نديروا نتيجة، ما كتبناش ربي باش نديروا نتيجة. فريق رائد القبة دخل بقوة في الشوط الأول. ريس سهلة، وحنا رانا نبريبارو ما بيان سير ماتش بار ماتش، واللي فيها خير ربي يجيبها إن شاء الله. مباراة أولمبي مدية غادي نحضروا لها كما لازم الحال، وإن شاء الله حنا غادي نروحوا للمدية بنية الفوز، ولا كتبها لنا ربي إن شاء الله، ونزيدوا نفرحوا الأنصار تاع اليوم إن شاء الله، واللي بقى على الله صاحب.